Thank you.
الشعبنا الاخواني الامين يتهنى بالاصرار والمبادره وبالدفاع عن توريد المستعد لاحياء الذكرى الرابعه لانطلاق دورته مجددا الحزم الاكيد على مواصله هذه الدوره المباركه حتى تحقيق الاهداف الساميه. ثانيا ان واجب الوفاء بالشهداء والاسرار والاسرار الجرحى يتطلب منا جميعا بذل كل جهد استثنائي يقدمنا خطوات نحو تحقيق النص المذكر. فلا عودة الى الرابع عشر للرابع. فلا عودة للرقم الرابع عشر للفبراير. ونعم للتقدم نحو تصعيد الحراك الثوري المقاوم. ثالثا ان الدكتاتور المجرم القاتل سافك الدماء هاتك الاعراب هذه المساجد حبل بن عيسى هو ساقط ونخيل وليس من صلاحياته ابدا اسقاط الجنسيه عن المواطنين الاصلاء الذين عاش اباؤهم واجدادهم على هذه الارض الطاهره منذ مئات السنين. وفي الوقت الذي نعتبر فيه ان تضامننا مع المواطنين الاصلاء الذين اسقطت جنسياتهم على خلفيه ارائهم السياسيه نؤكد بأن هذه القرارات المجنونة لم تزل الشعب سوى إصرار على إصرار